أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في المسألة الأولى التي وقع الكلام فيها وهي مسألة معرفة أصول الدين، وأشار ما أشار المصنف أو أشار عفوا الشارح في بداية كلامه في نعم كلام طويل في الحقيقة، يعني قال: أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا فيكون من اللاعبين، بل لغاية وحكمة متحققة للناظرين، وقد نص على تلك الغاية بالتعيين، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين إجابة رب العالمين، ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته باليقين، وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين وإشار الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. فمن تلك المقدمات المقدمة الموصوبة الباب الحادي عشر من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان باب التحقيق أستاذه والتنقيح والتدقيق مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية آية الله في العالمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه. فإنها مع وجادة لفظها كثيرة العلم ومع اختصار تقريرها كثيرة الغن، وكان قد سلف مني في سالف الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان بإجابة لالتماس بعض الإخوان، ثم عاقني عن إتمامه عوائق الحدثان ومصادمات الدهر الخوان، إذ كان صادا للمرء عن بلوغ إرادته وحائلا بينه وبين طلبته. ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسرار عن عثرات والأشغال وتشويش الأفكار، فالتمس مني بعض السادات الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا والمراجعة إلى ما كنت قد جمعت، فالتمست ملتمسه قد أوجب الله تعالى علي إجابته، هذا مع قلة البضاعة وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة، وها أنا أشرع في ذلك مستمدا من الله تعالى المعونة عليه ومتقربا به إليه، وسميته النافع يوم الحاج في شرح باب الحادي عشر، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه. هذا أول ما ذكره، ثم بعد ذلك ذكر الباب الأول الباب الحادي عشر فيما يجب على كافة عامة المكلفين من معرفة أصوله. هذه هي المسألة الأولى. نعم، هذه المسألة الأولى هي معرفة أصول الدين. في أول ما يمكن لنا قوله هو أن ما المقصود بهذه الكلمات التي أشار إليها وهي معرفة أصول الدين. كلمة المعرفة لها معاني متعددة، من هذه المعاني المتعددة نعم كما سنشير إن شاء الله هو مطلق الإدراك. المعرفة قد يقصد منها مطلق الإدراك، أي الترادف، يعني المعنى الذي يجعل الترادف بينها وبين معنى العلم. والمعنى الذي يعرفه لي العلم هو المعنى الذي قد سبق يعني الاطلاع عليه من قبلكم، وهو حصول صورة الشيء عند العقل. هذا قد يطلق المعرفة ويراد منها هذا المعنى، وهذا المعنى الأول. وقد تطلق كلمة المعرفة ويراد منها المعرفة قد تكون بمعنى العلم، واضح؟ هذا المعنى الأول اللي هو مطلق الإدراك، بين قوسين مطلق الإدراك، وقد تكون بمعنى إدراك البصائر. ويقابلها العلم اللي أنه عندنا إدراك بصائر وعندنا ماذا؟ إدراك مركبات.
بمعنى إدراك المركبات. وقد تطلق المعرفة على إدراك الجزئيات. هذه فيقابلها العلم أيضا في وهو بمعنى إدراك الكليات. في إدراك الجزئيات ويقابل إدراك الكليات. وقد تطلق المعرفة على التصور الساذج، يعني اللي عبر عنه في يعني عبر عنه في منطق المضطر بالتصور. هذا كذلك ماذا يقال عنه؟ ممكن تكون التصور معرفة في قبال ماذا ويقابلها هذا العلم بمعنى التصديق. وقد تطلق المعرفة بمعنى الشيء الواحد التي هي حالة الإدراك التي الشيء الواحد الذي الحالة الإدراكية لشيء واحد التي تخلل بينهما الجلل. هنا هذه لأي شيء منها عندما يسمع الإنسان كلمة معرفة أصول الدين في يعني هذه بعضهم ماذا يفهم منها المعاني او يفهم منها يقبل هذه المعاني. وربما يعني نجد أن بعض من هذه المعاني يقبل أن يقصد من الكلمة والبعض الآخر قد لا يقبل. نعم إن شاء الله نحاول في أوقات أخرى نحاول أن نحرك الكرسي من هذا المكان حتى نستطيع الكتابة أكثر لأن الوضع مو تماما. على كل حال فهذا المعنى الذي يقصد في هذه يعني في هذا البحث من هذه المعاني المتعددة، هل يمكن أن يكون كل هذه المعاني يعني ممكن أن يكون المقصود بمعرفة أصول الدين هو مطلق الإدراك اللي هو المعنى الأول أو الثاني، لأنه ممكن أنه واحد يحصل عنده هذا هل هو إدراك بسائط كما في المعنى الثاني أو هو لا المعنى الثالث الذي هو إدراك الجزئيات أو هو المعنى الرابع، هل يمكن أن يكون إدراك الدين بمعنى التصور الثابت أو لا لابد أن يكون المعنى الذي يكون فيه ماذا؟ المعنى الذي يكون فيه حالة سبق بالجاهل الذي هو المعنى الخامس. واضح؟ فإذا كانت القضية بهذه الكيفية أن يمكن لنا أن نقول بأنه أولا يمكن أن يكون أنه يمكن أن يكون المراد هو المعنى الأول، ممكن لأنه مطلق الإدراك عام يمكن أن يكون مقصودا في هذا المقام، ما لا مانع من أن يكون مقصودا، يعني ليس هناك منافات بين أن يقصد من معرفة الدين يعني معرفة أصول الدين بمعنى مطلق الإدراك الذي هو العلم يعني مرادف العلم كما يقولون اللي هو ينقسم بعد ذلك إلى قسميه المعروفين، أو لا أنه الثاني اللي هو أدراك البساط أنه يمكن أن يكون هذا من الممكن، يعني فرق بين أن نقول أن هذا من الممكن وبين أن نقول أن هذا هو المقصود أن هذا هو الذي ينطبق انطباقا تاما، أنه هل هناك مانع من أن يقصد بمعرفة أصول الدين هو إدراك البسائط مثلا، هل يمكن أو لا يمكن ذلك؟ نقول لا مانع من ذلك بالنسبة إلى المعنى الثاني، وكذلك بالنسبة إلى المعنى الثالث لأنه ممكن أن يكون من بعض المباحث يعني بعض المباحث الموجودة في علم الكلام إدراك للقضايا مثلا قضايا جزئية، وكذلك المعنى الرابع الذي هو التصور الساذج،
هل حاله كحال يعني كحال المعنيين السابقين؟ يقول لا، هذا ليس مرادا، لأنه هذا التصور السادس الذي ليس فيه حكم. التصور السادس يعني اللي هو التصور الكلام في علم المنطق في قضايا أخرى لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه هذا يعني ليس فيه قول الدين. نحن نريد في قضايا علم أن تحصل لنا قضايا الذي يمكن طول الدين. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك حصلت عنده هذه المعرفة، فلا مانع حينئذ ماذا من ذلك إطلاقاً. ويمكن أنه هذا حتى المعنى السادس اللي هو على اعتبار الإنسان قبل دخوله الدنيا كان قد عرف الله، ثم بعد دخوله يعني إلى الدنيا فقد جهله، فإذا نظر وتفكر عرف الله. فمع ذلك يمكن أن يكون أن هذا المعنى موجود، ولكنه إذا نظرنا إلى هذه المعاني جميعا وجدنا أن المعنى الخامس الذي هو الإدراك المسبوق بالجهل هو أقرب هذه المعاني إلى الله سبحانه، يعني إلى هذه المعرفة. لماذا؟ لأنه هذه المعرفة يعني هي المعرفة التي هي يعني مسبوقة بالجهل، هذه هي المعرفة التي نريدها. لأن الإنسان إذا كانت له عقيدة سابقة فبعد لا يقال أنه هذه معرفة أصول الدين، وإنما هذا نوع من حالات يعني يعني السبب في ذلك ممكن أنه بعض القضايا التي تطرح في مباحث علم الكلام أن تكون من قبيل القضايا الجزئية، ممكن أن تكون من بعض القضايا الجزئية، لكن هذا ممكن أن يكون تمام الانطباق لا، لأنه بعض القضايا قضايا كلية. فإذن هو ليس هناك مانع من حيث الإطلاق أن يكون من بعض القضايا علم الكلام أن تكون قضايا جزئية، لا مانع، لكن هذه القضايا الجزئية هي تمام علم الكلام أو لا؟ لا، عند قول بأنه الأنسب لذلك هو أن يكون الإنسان العلم الذي يكون مسبوقا بالجهل. هذا العلم بعد ما مأخوذ به مثلا هذه الحالات، هذه التوصيفات مثلا الجزئي وغيره وما شابه ذلك من الأمور أو البسيط وغيره، لأنه ليس كل معلومات مثلا علم الكلام هي قضايا بساطة. قد يكون معرفة الله مثلا من قبيل البساطة، قد تكون بعض القضايا في هذا المجال، لكنه ليس كل مباحث علم الكلام من هذا القبيل. هذا المعنى الأول. عفوا تفضل. السبب في هذا أنه ممكن أن يكون هذا ليس من المانع أن الإنسان كان قد عرف الله ثم قد جهله، يعني هذه اللي هو يعبرون عنه في عالم الذار اللي هو يعني وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يمكن أن يكون هذا الحالة الإدراكية التي تخلل بينهما جهل، يعني حالة الإنسان اللي صار فيها جهل، يعني الحالة اللي سابقا حصلت في عالم الدار ثم عندما جاء إلى الدنيا نسي ذلك العلم، ثم بعد ذلك يتفكر الإنسان فيحصل عنده ماذا؟ حالة إدراكية جديدة. هذه الحالة يمكن أن يكون المقصود منها هو هذا من معرفة أصول الدين، يعني المعرفة بمعنى تذكر الإنسان ما علمه في ذلك العالم. أكو مانع؟ تقول لا مانع من لا مانع، ولكن على كل حال المعنى الخامس هو المعنى الأقرب لهذا المقام، لأنه هو يعني المعنى الذي ليس فيه خصوصية زائدة من يعني هذه الخصوصيات اللي قد يعني تحدد البحث العلمي. نعم تفضل. نعم الرابع لأنه ليس فيه حكم، تصور ثابت. القضايا علم الكلام كلها قضايا يعني تصديقية، يعني قضايا وليس يعني مجرد تصور مفردات. هذا التصور الساذج الذي أخذته في علم المنطق فهذا يكون ماذا؟ يكون بلا حكم. فهذا هل يمكن أن يكون، هل يمكن للإنسان أن يعتقد بأن الله موجود بالتصور فقط؟ التصور الساذج لا يمكن، لأن الله موجود هذا حكم، هذا محمول، فلا بد ماذا؟ أن يكون تصديق، فلا يمكن ذلك يعني قبول ذلك. هذا الأول. الأمر الثاني وهو
معنى الأصول يعني أصول الدين، معرفة أصول الدين. فما هو المقصود من الأصل؟ نقول بأن المقصود من الأصل كما أشار يعني غير واحد ومنهم يعني أهل اللغة، أن الأصل هو ما يبنى عليه. يقال مثلا فلانا يعني بنى على هذا الأصل، يعني قد بنى على الأصل هو ما يبنى عليه، وما يبنى عليه. فهذا الذي يبنى عليه يعني كما يقال قد أسس على هذا الشيء، يعني هذا ماذا؟ هذا كان أصلا وقد أسس عليه. في الاصطلاح ربما تعبر منه القاعدة، يعبر بهذه الكلمة ويقصد مثلا القاعدة، مثلا يطلق ويطلق ويراد منه ماذا؟ يطلق ويراد منه ماذا؟ هذه المعاني أصول الدين يعني قواعد الدين التي يعني يجب معرفتها على يعني جميعنا. ثم بعد ذلك هذه الكلمة وهي كلمة الدين، نعم كلمة الدين هذه أساسا هي كلمة يعني لها معنى. فما هو المقصود من يعني من الدين؟ في اللغة الدين يأتي بمعنى الجزاء، عندما يقال دين يعني يأتي بمعنى الجزاء، كما في قولهم يعني في المثل المشهور كما تدين تدان. والدين قد يطلق ويراد منه ماذا؟ الشريعة. يقصد من الدين يقصد منه ماذا؟ الشريعة والملة. يقال عن الدين مثلا شريعة، ويقال عنه مثلا ملة. وهذه طبعا من الألفاظ التي معناها يعني موحد، كما يقال بمعنى واحد. وكذلك يطلق على 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 الطريقة دين، طريقة فلان يعني دين فلان، لا مانع من ذلك أن يطلق عليها. وإلا أننا في هذا المقام يمكن أن نقول بأنها ما دامت هذه الحالة، يعني ما دامت هذه يعني الكلمة، هذه الكلمة عندما ينظر إليها على أنها موصلة إلى حالة جديدة. هذه الحالة الجديدة هي التي ينظر إليها بالحالة يعني حالة الحياة، لأن الدين إنما يؤخذ كوسيلة للإيصال إلى الدار الأبدية كما يقال. فهذه المعاني عندما ينظر إليها ينظر إلى أنها هذه وسيلة. هذه الكلمات جميعا يمكن أن تكون مقصودة، لأنه عندما ينظر الإنسان إلى كلمات أهل الاصطلاح في هذه الكلمة يجد أنهم عندما يعبرون بإحدى هذه الكلمات يقصدون منها أحد هذه المعاني ويأخذون فيها لحاظا خاصا. فعندما ينظرون مثلا إلى بعض من هذه الكلمات ويريدون مثلا أن يقصدوا من هذه الكلمات مثلا عندما يقولون بأنه تترتب عليها الجزاء، ما يترتب عليه الجزاء هو يعبر عنه بتعبير الدين. فحيث أنها يعني توصل إلى الحياة الأبدية يعبر عنه مثلا بالشريعة وهكذا. وحتى حيث أنها تجعل حالة من حالة التعب في نفوس بعض الناس، أو أنها تكتب أن تملى يعبر عنها مثلا بأنها ملة. ولكن كل هذه كأنه ماذا؟ كل هذه كأنها اختلاف في الحيثيات، ولكن النتيجة واحدة، وهو أن المقصود من الدين هي الطريقة التي يعيش بها الإنسان. فإن كانت حيث يترتب عليها الجزاء قد يعبر عنها بأنها دين، حيث كانت توصل إلى الحياة الأبدية يعبر عنها بأنها شريعة،
حيث يعني شريعة يعني بمعنى أنها كيف أن شريعة الماء يعني مورد الماء حيث أنها تكتب وتملأ أو أنها حيث أنها تمل وتتعب النفوس يعبر عنها بالتعبير الآخر وهو تعبير الملة. فالمراد هنا من خلال هذه التعبيرات يعني من خلال هذا الكلام المراد منه هنا هو هذه الأسس التي القواعد التي يعبر عنها بأصول الدين. وعندما ينظر إلى بقية الكلام فيها وهو ما أشار إليه بعد ذلك أنه معرفة أصول الدين هذه يعني معرفة أصول الدين يعني وجوب هذه المعرفة. فالوجوب عندما ينظر الإنسان إليه كما فسره يعني الشارح اللغة تختلف عندما ينظر الإنسان إلى اللغة يقصد من الوجوب لغة السقوط تارة يقصد يعني لغة الثبوت وقد يقصد ماذا السقوط وأن وإن كان يعني معنيان مختلفان ولكن على كل حال بحسب اللغة مثلا يمكن أن يقصد الثبوت وجب يعني ثبت أو يقصد وجب يعني شنو سقط كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. فهنا يمكن أن يقال أن هذه الكلمة بحسب اللغة لها معنى وفي حسب الاصطلاح لها معنى آخر. عندما ننظر إلى هذه القضية يعني هذه الكلمة هذه الكلمات التي بحسب اللغة لها هذه المعاني وبحسب الاصطلاح لها هذه المعاني بغض النظر عن استعمالها اللغوي لأنه من البعيد جدا أن تستعمل كلمة في باب من أبواب علم الكلام ويقصد منها ماذا ويقصد منها معناها اللغوي. فمن يعني من المتوقع أن يكون المعنى الاصطلاحي أو أحد هذين المعنيين الاصطلاحيين مقصودا في المقام. فما هو المعنى الذي يمكن ماذا يمكن أن يقصد من ذلك؟ هذا هو الذي يمكن يعني هذا الذي يمكن أن يعني هذا الذي يمكن يعني البحث فيه هنا. وهناك أشار أيضا إلى حالة أو إلى وصف على يعني على على يعني على هذا الوصف هناك مؤونة زائدة أو هناك حيثية زائدة عندما عبر بأنه يجب على عامة المكلفين هاي عامة المكلفين فيها خصوصية زائدة هذا الواجب هنا يعني عامة المكلفين هذا إشارة إلى أحد نوعي الواجب المشهورين لأن الواجب بين يعني الواجب بحسب الاصطلاح الفقهي إما أن يكون عيني على جميع الناس وإما أن يكون مالي ما أن يكون ماذا واجبا كفائيا. لهنا عندما قال عامة يعني هذا نوع من الاستغراق فكأنه يعني قال كل الناس يجب عليهم ذلك. فمن هنا يمكن أن يقال بأنه هذه الكلمة أشارت إلى أنه يقصد هنا من الوجوب معناه الاصطلاحي ويقصد منه ماذا المعنى الذي يقصدونه بحسب المصطلح الفقهي وهو ماذا وهو المصطلح يعني وهو يعني المقصود منه هو يعني المعنى يعني العيني اللي هو الواجب العيني كما يعبرون الذي لا يمكن لإنسان أن يعتمد على فعل غيره مثلا للخلاص لأنه كما أن الصلاة لا تسقط عن شخص إذا قام بها غيره كذلك بالنسبة إلى معرفة أصول الدين يجب على الإنسان ماذا يجب على الإنسان أن يكون ماذا أن يكون قد تعلمها بنفسه. نقول هنا أولا في هذا المقام وهو مقام يعني بحث هذه القضية في أول أمر وهو أنه المصنف هنا قد بين في تعريف هذا يعني في تعريف هذا الوجوب الذي أشار إليه أشار إلى أن هذا التعريف وهو تعريف الوجوب بحسب المصطلح أشار بتعريف الوجوب إلى أنه يعني هذا الوجوب له هذا المعنى وقيد هذا التعريف يعني الذي أشار إليه بقوله على بعض الوجوه. فهذا التعريف قوله هنا في قوله على بعض الوجوه لابد ماذا لابد من
يعني بيان هذا القيد، لأنه كلمة على بعض الوجوه لأي شيء، إذا كانت العبارة التي أشير إليها ربما يكون فيها دليل على أن المقصود هنا بالوجوب هو الوجوب العيني لا الوجوب الكفائي، فمن هنا يمكن أن يقال أنه ما الذي هدفه المصنف من قوله على بعض الوجوه، لأنه هذه بعض الوجوه قد يقال أنه يريد من ذلك إدخال شيء آخر ليس يعني داخلا بحسب العبارة المتقدمة. فنقول بأنه هذا الكلام من المصنف هنا عندما يقال على بعض الوجوه، لأنه هذه بعض الوجوه تشير إلى أي شيء؟ تشير إلى أنه في بعض الأحيان قد لا يحصل هذا الأمر، يعني الدم قد لا يحصل. متى يكون هذا الأمر؟ متى يكون أن الدم لا يحصل؟ إنما لا يتوجه الدم في بعض الوجوه عندما لا يكون ذلك ماذا؟ لا يكون ذلك واجبا على كل شخص بعينه. فإذا كان يريد من ذلك يعني الإشارة إلى هذه القضية، فهو يريد ماذا؟ فهو يريد إدخال ماذا؟ إدخال الواجب الكفائي. فيريد إدخال الواجب الكفائي هنا، لأنه لا يمكن تصور قضية أنه على بعض الوجوه قد ينم وبعض الوجوه قد لا ينم، لأنه هذا إنما يتوجه عندما يكون الواجب واجبا عينيا، وأما عندما يكون في بعض الوجوه هناك عن عدم دم فهذا إنما يتوجه في حالة وجود ماذا؟ وجود الحالة يعني الكفائية، لأن الحالة الكفائية هنا يمكن أن يكون معها الإنسان مع تركه للواجب غير مذموم. لماذا؟ لأنه قد يتوجه غيره لفعل ذلك ويكون فعل أنه لماذا استعمل هذه الكلمة، يعني الكلمة التي يشير فيها إلى هذا الأمر. أما ممكن أن نقول بأن هذا الشخص أشار، يعني هذا عفوا المصنف يعني الشارح أشار إلى أن هذا الأمر يمكن أن لا يكون تركه موجبا، فهذه أساسا عملية هذه العملية التي يعني أشار إليها هي عملية يتعامل معها على أنها يمكن ماذا؟ على أنها يمكن أن تكون حاصلة ويمكن أن تكون ماذا؟ متروكة. فهذه الحالة وهي حالة الترك تشير إلى حقيقة ماذا؟ حقيقة ذلك الفعل. فعندما يقال ترك أول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان ما هو الفعل؟ لأن كلمة الترك ماذا تستعمل؟ متى تستعمل؟ كلمة الترك تستعمل هنا، هذه الكلمات تستعمل عندما يقوم الإنسان ب يعني الابتعاد وتجنب القيام بأمر أي بفعل. فإذا ترك الإنسان ذلك الفعل قيل عنه بأنه قد ترك الفعل. وأما في مقامنا هذا، فهل مقامنا هذا مقام فعل أو أنه مقام إدراك؟ وهل الإدراك والمعرفة هما من سلخ الأفعال أو هما ماذا؟ أم هما من سلخ ماذا؟ الأمور الأخرى غير الأفعال، لأنه هذا ليس فعلا حتى يمكن أن يقال بأنه ماذا؟ حتى يقال مثلا بأن تاركه مثلا يذم. فيمكن أن يقال بأن المصنف كان عليه أو الشارع كان عليه بدل أن يقول بأن هذا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه أن يقول ماذا؟ أن يقول هو ما يذم جاهله على بعض الوجوه. لماذا؟ لأنه الجهل في قبال ماذا؟ في قبال المعرفة، وأما الترك في قبال الفعل، وهنا ليس بفعل إنما هو ماذا؟ إنما هو إدراك، والإدراك ليس بفعل. وأما ما يمكن أن يقال بأنه في تعريفه للواجب هنا، الواجب مراده من تعريف الواجب هنا الواجب، قصد من تعريف للواجب أراد بالواجب الواجب ماذا؟
الشرعي من تعني يريد بالواجب ما يعني فيها يعني بالوجوب يعني العقلي كما هو المشهور هذا. فإذا كان من يعني أكان المراد ويعني الواجب العيني والواجب الكفائي ليس من أقسام الواجب العقلي أصلا، بل هما من أقسام الواجب الشرعي. فإما أن يكون هذا قد أخطأ في التقسيم أو أنه ماذا قد أخطأ في التعريف. فإن كان تعريفه للواجب الشرعي فهو خلاف ما يريده المصنف، وإن كان هذا يعني مراده العقلي فهذا التقسيم باطل، لأنه التقسيم يكون يعني للواجب الشرعي لا العقلي. أما في مقام الدفاع عنه نمكن أن نقول بأنه أما الإيراد الأول الذي أشرنا إليه وهو أنه لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه أن يقول هنا ترك، لأن هذا ليس بفعل بل هو مجرد ماذا؟ بل هو مجرد إدراك. يمكن أن ندافع عن الشارح وهو يستحق منا هذا، نقول بأنه صحيح أن حالة العلم تقابلها حالة الجهل، وهما يعني في الحقيقة أي العلم والجهل بالنتيجة ليس يعني أمران إراديين، بل هما من الأمور غير الإرادية، ولكنهما يعني حتى يمكن لنا أن نقول ماذا فعل وترك، ولكنهما هذان الفعلان وهما يعني وهذان الأمران وهما العلم والجهل لهما مقدمات، مقدمات هذين الأمرين وهذا عن العلم والجهل الأمر مقدماتهما مقدمات إرادية، الذي هو تحصيل هذا العلم يعني تحصيل العلم داخل. فعند باعتبار ماذا؟ باعتبار متعلقه يعني باعتبار مقدماته، والمقدمات أحد أسباب جواز إطلاق الشيء على الأصل. فإذا استخدام الشارع للترك هنا في ترك العلم الذي هو في الحقيقة الذي هو الجهل إنما هو ماذا؟ أي مجازان أي باعتبار المقدمات، فإنه يصدق على الجاهل أنه ماذا؟ أنه ترك، ولكن لا بنفسه بل باعتبار ماذا؟ باعتبار مقدماته الإرادية. فإذا كان هكذا لا مانع وينتهي الكلام في الإيراد الأول. وأما عندما نأتي إلى الإيراد الثاني وهو تعريفه للواجب، ونقول عندما عرف الواجب وهو ما يذم تاركه على بعض الوجوه، وأنه ما الذي يقصده بالواجب هنا؟ هل هو الواجب الشرعي؟ هذا خلاف ما يريده المصنف، لأنه يقول ماذا؟ بالوجوب العقلي. هل هو الواجب العقلي؟ فنقول لماذا قسمه إلى عيني وإلى كفائي، مع أن العين والكفائي قسمان من أقسام الواجب الشرعي. نقول في رد ذلك أو في الدفاع عن المصنع أو المشارع بأنه أن هذا الشارع أراد بيان الأعام من الواجب العقلي والشرعي، فحينئذ يمكن أن نقول هناك محاولة منه في إيجاد جامع مشترك. فنقول مثلا إن تارك الواجب العقلي يذم وتارك الواجب الشرعي يعاقب من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وعقوبة الله هذه هي محض الذام الذي يحصل. فهنا يمكن جمعهما هذان الأمران، يمكن جمعهما بتعريف يعني بتعريف واحد كما فعل المصنف. فإن عقوبة الله سبحانه وتعالى سواء كانت على يعني ترك الواجب العقلي أو كانت على ترك الواجب الشرعي، فهي في النتيجة ما هي؟
ذم من الله سبحانه وتعالى، وكذلك من الناس كذلك ذم. فإذا لا إشكال في أن الذم حاصل، لو قصد من ذلك ما هو الأعم من ذلك الذي هو ماذا؟ الجامع المشترك، المشترك بين المعنيين، المعنى العقلي والمعنى الشرعي. أو نقول كما قال بعضهم أن مراد الشارع هو الواجب العقلي، الواجب العقلي. ولكن الواجب كيف إذن بالتبع العقلي؟ لا، قلنا بأنه لا، هو يريد الواجب العقلي، لأننا عندما رجعنا إلى كتب ماذا وجدنا؟ وجدنا أن هذا تعقلي، مع كون المعرف هو الواجب العقلي دون الواجب الشرعي. يقول أن هذه القضية يمكن أن تؤول بطريقة ما، هذه الطريقة تصحح للمصنف ماذا؟ تصحح للمصنف تعريفه للواجب العقلي مع تقسيمه، هذا التقسيم المذكور. وذلك أنه نقول بأنه لا مانع من تقسيمه إلى هذين القسمين، أعني بهما الواجب العيني والواجب الكفائي. لماذا؟ لأن العقلاء قد يذمون التارك لعمل ما حتى إذا كان متعينا عليه، يعني متعينا فيه، إذا كان العمل متعينا في شخص فالعقلاء ماذا يصنعون؟ يقولون عنه بأنه فلان يستحق الذم، يذمونه. وقد لا يذمونه إذا كان هذا الأمر حتى وإن كان تعين فيه، حتى وإن كان فيه، ولكن إن بادر هناك شخص للقيام بهذا الأمر إذا قام به شخص آخر، كما إذا كان مثلا عند شخصين عدة مثلا أولاد، فإذا قام البعض برعايته مع أنه ماذا؟ مع أنه يمكن أن يذم إذا لم يراعى، فمع ذلك هذا الشخص رغم تعين مثلا هذا الولد، رغم تعين أنه أن هذا الأمر يمكن أن يكون منحصرا فيه، مع ذلك إذا قام بعض الأخوة بهذا الفعل لا يكون هذا الشخص مذموما، حتى وإن كان من المتوقع أن يكون هو القائم. فنقول خلاصة هذا التقسيم الفعل الذي ينظرون إليه على أنه يمكن ماذا؟ على أنه يمكن أن يذم الإنسان إذا تركه، وفي نفس الوقت لا يذم الإنسان إذا ماذا؟ إذا تصدى غيره للقيام بذلك. فنقول أن هذا الواجب له تقسيمات متعددة، والذي يقومنا في هذا التقسيم هو الذي نحن بصدده، وهو هذا التقسيم المنظور، لأن التقسيم الواجب إلى العقلي وإلى الشرعي، أنه ماذا؟ الشارح أراد الواجب العقلي، لأنه فعلي أشارنا الجديد هو المورد لهذا يعني المشكل، ولكن هذا المشكل إذا برر على هذا التقسيم الجديد، يعني أول على هذا التقسيم يعني أول هذا الاختيار الجديد، حينئذ لا يمكن ماذا؟ يمكن لنا أن نقول بأنه لا مانع من أن يكون كل ما أراده المصنف هنا أن يكون المراد من ذلك هو العقلي، أو المراد من ذلك ما هو؟ المراد من ذلك يعني الشرعي.
لكن غاية ما في هذا يمكن أن يقال بأنه هذا الرد أو هذا الدفاع عن المصنف يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تدقيق أكثر، لأنه عندما تقولون قد يكون مقصوده العام وتقولون يمكن أن يكون مقصوده مثلا العقلي فقط، نقول نعم إذا كنا نريد من ذلك أن نقصد الدفاع بحذافيره بدقته فنقول بأن المقصود هو الدفاع الثاني. لماذا؟ لأن الدفاع الأول وهو أن يكون المقصود من الواجب العام هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى يعني زيادة مؤونة. فنحن عندما نقول ذلك هذا يعني ذلك يعني نقول بأنه هذا هو المتعين، لأنه عند الرجوع إلى كلمات يعني العلماء من أصحاب الاصطلاح نجد أن هذا التعريف الذي ذكر ليس تعريفا عاما، كما أنه ليس تعريفا مختصا بالواجب الشرعي حتى يمكن أن يقال واجب المقصود هو الواجب الشرعي، كما أنه من الواضح جدا أن هذا التعريف إنما هو مختص بأي شيء. فإذا هناك يعني ليس هناك مشكلة في البين، لأن التقسيم إلى الواجب العيني والواجب الكفائي حتى على القول بأن مقصوده هو الواجب العقلي يعني لا مانع منه عند ذاك، لأنه ما دام الأمر مبررا. بعد ذلك المصنف أشار إلى الشارح أشار إلى أنه نعم أشار إلى المكلف، فقال بأن المكلف هو الإنسان الحي البالغ العاقل، فالميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين. نعم مسألة ماذا؟ نعم الواجب هنا الإرادة الثاني أنه لا يمكن للمصنف أن يكون قد قصد بالواجب تعريف الواجب، لا يمكن له أن يكون قد قصد التعريف الواجب العقلي، الواجب الشرعي، لأن المصنف يريد ماذا؟ الواجب العقلي. وإذا يعني هذا الذي أشرنا إليه، وقلنا بأنه إذا كان مراد العقلي فكيف يمكن أن يقسمه إلى هذين القسمين؟ نقول هناك جوابان. الجواب الأول هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة بأن نقول هو يريد الأعام، وهذا الأعام يحتاج ماذا؟ إلى وجود حالتي يعني وجود جامع مشترك بين التعريفين، فيمكن أن يقول نقول بأن الجامع المشترك بين الواجبين يعني الواجب العقلي والشرعي هو ماذا؟ هو الذنب، وهذا الذنب يمكن أن يتولى هو يعني هو المنقسم إلى الواجب العيني. نقول لأن العقلاء قد يذمون التارك لعمل ما، العقلاء قد يذمون التارك لعمل ما إذا كان متعينا فيه، هذا وهذا نوع من تطبيق ماذا؟ هذا نوع من تطبيق للواجب العيني. وقد لا يذمون إذا قام به أحد سواه، هذا تطبيق لأي شيء؟ للواجب الكفائي. فإذا يمكن لنا حتى على الواجب العقلي أن نصور الواجبين المذكورين بهذا التصوير، بأن العقلاء إذا نظروا إلى شخص قد تعين عليه عمل ولم يقم به ماذا يقولون له؟ أنت شخص مقصر، أنت شخص مذموم، تستحق الذنب. وهكذا إذا نظروا إلى فعل يمكن لأي إنسان أن يقوم به وقام بعض الناس به وكان قيامهم مجزيا عن قيام الآخرين، ماذا يقال عن هؤلاء؟ لا يذمونه. لماذا؟ يقولون بأن هذا الفعل نحتاج ماذا؟
إلى مصداق واحد منه وقد قام هؤلاء به، فالبقية ماذا؟ فالبقية لا يحتاجون إلى القيام به. وبالتالي يمكن أن نصور الوجوب العيني والوجوب الكفائي حتى على القول ماذا؟ حتى على القول بالوجوب، حتى على القول بالوجوب العقلي. هذا هو تصويرهم لهذا، يقولون بأن العقلاء يمكن أن يصورون فيضمون بالنسبة إلى المتعين باعتباره هذا نوع من تصوير الواجب العيني، ولا يضمون على غير المتعين إذا قام به البعض وكان كافيا للقيام على البعض الآخر، كما هو في حالة إذا كان هناك رجل له عدة أولاد فقام بعض أولاده برعايته، فهذا لا العقلاء لا يقولون لبقية الأولاد أنتم مقصرون، لأن يقولون هي رعاية واحدة قد قام بها زيد، فنحن يعني لا نذم على تركها. نعم هذا هو الآن نتحدث فيه. نعم الواجب العقلي هو هذا الآن، نحن كيف يجب علينا أن يعني هذا الواجب الآن الذي يعني ما هو دليل على أن الإنسان يعني يجب عليه ذلك؟ سيأتي بعد ذلك أنه ما هو الدليل على أنه الإنسان يجب عليه مثلا معرفة أصول الدين؟ سيأتي أنه معرفة أصول الدين يجب بسبب ماذا؟ بسبب استناد ذلك إلى بعض القضايا العقلية من قبيل ماذا؟ مثلا وجوب دفع الضرر، واضح؟ أو وجوب شكر المنعم، هذه كلها ماذا؟ مقدمات عقلية توجب على الإنسان النظر والبحث ووجوب البحث عن القضايا. فالوجوب الذي يستند إلى هذه المقدمات العقلية ماذا يكون؟ يكون وجوبا عقليا. فعندما يجد الإنسان أنه مدفوع للوجوب عن البحث عن أصول الدين يسأله مثلا، عندما يسأله قال مثلا هل جاءك دليل على أنه يجب عليك مثلا أن تبحث عن هذه القضايا؟ يقول لا، أنا إذا لم أبحث عنها أحتمل ماذا؟ أحتمل أن الضرر يمكن أن يصيبني بسبب ماذا؟ بسبب عدم البحث، فأجد أنني ملزم بالبحث، فيجب علي البحث في ذلك ويجب علي النظر في ذلك، فلا من جهة أن الدليل قد قام، ولكن من جهة أن الإنسان لا يطمئن إلا إذا حصل منه ماذا؟ إلا إذا حصل منه هذا الباح. إن شاء الله بقية الكلام يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. هذه حاول الصبورة شوية، بعدون الكرسي عنها حتى يعني.